توفيت في مثل هذا اليوم من سنة 117 للهجرة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام. وكانت السيدة سكينة عليها السلام قد ولدت في سنة 42 للهجرة في المدينة المنورة، واسمها هو آمنة، وقيل أمينة، ولقبت سكينة لسكونها وهدوئها. أمها هي الرباب بنت امرئ القيس، كانت سيدة عصرها وأحسنهن أخلاقا وأكثرهن زهدا وعبادة، عفيفة طاهرة شريفة مطهرة، اتصفت بنبائل الخصال وجميل الفعال. شهد الإمام الحسين عليه السلام بعبادتها وتهجدها بقوله: أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله. عاشت السيدة سكينة لوعات يوم عاشوراء، ورأت أباها وإخوتها صرعى على الرمضاء، وعاشت مصائب الأسر وما جرى على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله في الكوفة والشام. وكانت لها مواقف في لم شمل النساء والأطفال، وفي التصدي لعبيد الله بن زياد وطاغيته يزيد بن معاوية. تزوجت السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله بن الحسن عليه السلام، ويروى أن عبد الله هو الذي قطعت أصابعه لما كان على صدر عمه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء مستجيرا به. توفيت سلام الله عليها في مثل هذا اليوم بالمدينة ودفنت في البقيع، فسلام عليها يوم ولدت ويوم رحلت إلى ربها حاملة ذكرياتها الحزينة عن عاشوراء، ويوم تبعث حية على رؤوس الأشهاد.